تقع عين لالا حليمة المرجية جنوب مدينة أحفير على بعد حوالي 5 كيلومتر في اتجاه تغجيرت وعين ألمو، فهي غير منتظمة الجريان. شأنها شأن عين الركادة ومغارة صفرو. بعين الصفا لا يبدأ جريانها إلا بعد الأيام الماطرة. لالا حليمة المرجية هي إحدى الشخصيات التي زعم القدماء أنها ولية من أولياء الله الصالحين، يقع ضريحها في منطقة أغبل على مرتفع يبعد على المدار الحضري لأحفير ب3 كيلومترات، وقد تعرض هذا الضريح في الآونة الأخيرة للتخريب من طرف الباحثين عن الكنوز. وهناك مجموعة من الروايات تروج حول وصول هذه الولية إلى هذه المنطقة واستقرارها بها، حيث تقول الخرافة أن لالا حليمة المرجية كانت في صغرها قد دخلت إلى إحدى الكهوف المعروفة بالكاف الموجود بمنطقة عين الصفة لتتبع آثار بقرتها التي ضاعت منها، وعند خروجها من الكهف وجدت نفسها في منطقة أغبال التي ذكرناها، وقد تغير لون شعرها إلى بياض شائب. ومنذ ذلك الحين انفجرت عين مجرى مائي من مكان خروج لالا حليمة المرجية، ولا يزال هذا المجرى المائي موجود إلى وقتنا الراهن، لكنه موسمي الجريان، حيث يجري في فصل الشتاء والربيع ويجف في باقي الفصول، ويعرف أثناء جريانه إقبالاً كبيراً من سكان المنطقة الشرقية عموماً وسكان مدينة أحفير بوجه خاص. ويرجع سبب زيارة السكان وخاصة النساء منهن إلى هذا المجرى الذي يقابل ضريح لالا حليمة المرجية إلى مجموعة من المعتقدات الرائجة، ومن بينها حسب ما أفادتنا به إحدى ساكنات المنطقة الرغبة في الزواج. تقوم الأنثى بزيارة هذا المجرى في الصباح الباكر وتغسل بمائه، ثم ترمي جزءاً من ملابسها الداخلية في الماء وتعلق جزء آخر على شجر السدرة الذي يوجد بالقرب من الضريح. انا اللي مد ديك المره كانت ساكنه هنا، كانت ساكنه هنا دايره الدار. قصه ديال الاسطوره، القصه ديال المرجيه قصه اسطوريه، ولكن حنايا ما غاديش نعرفوا يعني القصه ديال هذا. المهم حنا جينا باش نشاركوا معكم هذا الفيديو، وان شاء الله نتمنى يعجبكم.